أحمد النشيط يكشف مشاعر أسامة العشرين، شاهدوا المزيد من التفاصيل. كما يعرف الجميع فاشلات دبي حاليا متواجدين في السعودية لحضور سباق الفورمولا 1، وبعد انتهاء السباق ظهر اليوتيوبر أسامة مروة وهو عم يغني أغنية. بعدها أحمد النشيط حكى إنه هذا الولد مشتعل بالحب وأكد ارتباط أسامة مروة، ويتوقع الجمهور إنه أسامة معجب بشيرين. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ نمر إلى لانا محمد اللي صرحت إنه هي قريبا راح تنط من الطائرة وراح تجرب هاي التجربة مع أخوها مصطفى. أما لينا محمد فخافت وحكت إنه هي ما راح تجربها. نزل هون مبدئيا هاي المنطقة، و مصطفى هون قاعد عم يتجهز. مصطفى إيزي إيزي، مصطفى إيزي، you can do it easy. مصطفى خود معك. It's easy right؟ I don't know. You know you have to know. I don't know. Really no. يلا.